تحيه لكم مشاهدينا بهي الحلقه الجديده اليوم من ملف الاسبوع. ملفاتنا اليوم رح تكون متنوعه ومختلفه اكيد، وكلها رح تتمحور حول الكلام اللي عم نسمعه اليوم بالشارع بالنسبه لمواضيع كثيره، منها معاناه الناس، وخاصه اليوم في انفراجات عم نشوفها، والحمد لله الانفراجات عم تكون على ارض الواقع. يعني اليوم هي الازدحام اللي كنا نشوفه على بعض محطات الوقود عم تخف، وهي المواضيع كلها رح تكون مع وئام. انا رح يكون اليوم الموضوع الرئيسي معي هو عن مؤسسه عمران وعن اسعار الحديد بالاضافه الى الاسمنت. اليوم كيف عم تحاول حتى اليوم مؤسسه عمران تخفض هاي الاسعار من خلال توفير بعض الجهود، سواء كان من وسائل النقل بالإضافة إلى مواضيع أخرى، كلها رح تكون بتفاصيل مع الأستاذ إياد جديد مدير مؤسسة عمران في اللاذقية. وأكيد هلا رح نروح لوئام وتفاصيل أكثر مع وئام. مرحبا وئام. مرحبا منال، وتحية لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة من برنامج ملف الأسبوع. طبعا بحلقة ملف الأسبوع دايما نحن بنتناول مجموعة من الملفات الخدمية اللي بتهمكم، واليوم رح نكون طبعا مع ثلاث اتصالات. رح نكون بالبداية باتصال مع الأستاذ عمار القصيري، طبعا مدير النظافة بمجلس مدينة اللاذقية، لحتى نحكي عن التجهيزات والتحضيرات الخاصة بحملة النظافة التي أعدت مؤخرا. صباح الخير أستاذ عمار. صباح النور، يعطيك الف عافيه. صباحك، اهلا وسهلا فيك. يعني من المواضيع المهمه طبعا هي حمله النظافه او الحملات اللي بتقوموا فيها من خلال ورشات عمل وبالتعاون مع جهات مختلفه ايضا. خلينا نحكي عن اخر حمله عم تحضروا لها حاليا للقيام بحمله نظافه عامه وشامله بمحافظه اللاذقيه. طبعا اطلقت محافظه اللاذقيه بتاريخ 10/1 حمله نظافه بتوجيه السيد محافظ اللاذقيه لمده 10 ايام، تستهدف كافه مجالس المدن والبلديات والبلدان والوحدات الإدارية بمشاركة آليات من الشركات الخدمية والإنشائية. طبعا تتضمن الحملة أعمال ترحيل مكبات القمامة العشوائية وأعمال ترحيل أنقاض، إضافة إلى تعزيل المجاري المائية استعدادا للمخفض المطري اللي عم نعيشه هالكم يوم. نعم. إضافة تقليم الأشجار وقص الأعشاب في الجزر الوسطية والحدائق في مجالس المدن، وتعزيل الفوهات المطرية وصيانة دورية لشبكات الصرف الصحي. طبعا الحملة بدأت بتاريخ 10/1 ومستمرة الحملة بشكل يومي حتى تاريخي، إضافة إلى استنفار كافة الجهود والإمكانيات في المديريات المعنية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي والشركات الخدمية استعدادا للمنخفض المطري. طبعا لاحظنا في غزارة مطرية إن شاء الله تستمر، يعني الله يبعث الخير. نعم. واختناقات مطرية لم تسجل أي حالة ولا أي حالة طلب مساعدة من قبل أي جهة بموضوع فيضان أي شارع أو أي حي بأنحياء المدينة. نعم، أكيد رح تكون من الطلبات الملحة حاليا متابعة شوارع محافظة اللاذقية، وخاصة ضمن المنخفض اللي عم نشهده حاليا وعدم وجود طبعا أي فوهة مغلقة لحتى يكون تصريف المياه بشكل جيد، بالتعاون طبعا مع الجهات الأخرى وخاصة الصرف الصحي. طبعاً في متابعة لحظية من السيد محافظ اللاذقية للأعمال، ويتم رفع تقارير يومية للأعمال المنفذة من قبل كافة الوحدات الإدارية، إضافة إلى توجيهات دائمة بموضوع الاستنفار في حال استنفار كافة طواقم العمل في كافة الجهات المعنية خلال فترة هطول الأمطار خلال فترة هذا المنخفض، تجنباً لحدوث أي طارئ ومعالجة الاختناقات في حال حدوثها. يعني. نعم، في حال حدوث اختناقات معينة أستاذ عمار، كيف بيقدر المواطن طبعاً يوصل أي شكوى خلينا نقول، أو أي منطقة هي بحاجة لمتابعة منكم؟ يتم التواصل معنا هاتفيا أو مع شركة الصرف الصحي أو مع مدير خدمات الصيانة في مجلس مدينة اللاذقية. طبعا تسرع الكوادر لمعالجة أي اختناق. طبعا خلال الأيام المنخفض منذ بدايتي حتى تاريخي لم تسجل أي حالة فيضان أو حالة طوفان للمياه في أي شارع من شوارع أو أحياء المدينة. طبعا دائما نحن بنقول انا رقمي الخلوي معمم او جاهز لتلقي الاتصالات. تمام، نحن كنا بدنا نطلبه من حضرتك، ذكرنا فيه على مدار 24 ساعه مستعدين لتلقي كافه الاتصالات لتخص موضوع النظافه وشكاوي النظافه 0938-11964 لتلقي الشكاوي من الاخوه المواطنين لمعالجه اي مشكله خلال باسرع وقت ممكن حسب الامكانيات المتوفره. بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية على المتابعة الدائمة، وخاصة بفترة الشتاء اللي هو فعلا بحاجة لوجودكم بكل الشوارع بفترة المنخفض الجوي. شكرا لحضرتك أستاذ عمار. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية.
يعني منال، مثل ما عم نشوف من المطالب الملحة بالحقيقة، يعني اليوم في متابعة، في جهود واضحة من قبل طبعا جميع الجهات، تكاتف الجهات، هو بيساعد للوصول لحل أي مشكلة خاصة بموضوع طرقات أكيد. بس نحن بدنا نأكد وئام أنه هاي الحملات النظافة اللي عم نشوفها نحن دائما هي بتوجيه من السيد محافظ اللاذقية، أن تكون دائما على قدم وساق من مجلس مدينة اللاذقية للتوجه إلى هاي المناطق اللي بيكون فيها بعض الرمي العشوائي للقمامة أو حتى لبعض المكبات اللي عم نشوفها وهي مخلفات بناء في بعض الأماكن وخاصة من الحدائق. صحيح، هي عم نشوفها كثير بهي الفترة، بقى التوجيه من خلال تنظيف هاي المناطق بالنسبة لمجلس مدينة اللاذقية، وتوجيه من اليوم خاصة الأستاذ عمار قساري بالموضوع النظافة، هذا موضوع كثير مهم. نعم، رح نكون منال حاليا ومشاهدينا باتصالنا الثاني مع الأستاذ مروان اسكندر، رئيس طوارئ الكهرباء في القسم الشمالي من المدينة. يسعد أوقاتك أستاذ. أهلا وسهلا. يا هلا، أهلا وسهلا فيك. يعني مؤخرا بحلقات سابقة كان هناك بعض الشكاوي في مناطق معينة، سواء بمزرعة العليمية أو السرسكية أو حتى بمنطقة الدعتور حول موضوع الخزان، تم متابعة ومعالجة هذه المشاكل مؤخرا؟ نعم تفضل تخبرنا يعني كيف تم المتابعة. هلا السرسكية والعليمية هيدون طبعا ما تابعين لنا كشمالي، في مراكز استثمار. نعم. تابعين لنا، بس نحن لما التقينا سواء كان في بعض المشاكل وبعتقد انحلت كلها. طبعا حتى في مجال مثلا الدعتور، طبعا عندي انا كذا مركز تحويل، طبعا حاولنا نرفع استطاعتهم وتم رفع الاستطاعة المطلوبة، حتى في بعض المراكز قمنا بنصب الشبكات المهترئة. نعم. علما انه نحن يعني عندنا مواد شوي يعني ما عندنا هالكم الهائل من المواد اللي نحن او بتلبي حاجتنا، ومع ذلك نحن عم نعالج يعني اي امر فينا نعالجه يعني ولو بكمية مواد بسيطة. استاذ مروان، بس لو سمحت، كان في مشكلة هي طارئة وحكينا عنها على الهواء الحلقة الماضية وقت كنت حضرتك معنا انت والاستاذ فادي، وهي كانت كمان قريبة من الدعتور وهي مد كبل او تغيير كبل. أيوه. كهربائي. أيوه. مشكلة. أيوه. عند وئام. أيوه. رح تقلك وئام المشكلة. الدعتور. لا ثواني استاذ لو سمحت. أيوه. تفضلي. أيوه. وئام. نعم، يعني استاذ بالنسبة للمنطقة القريبة من خزان الكوسة دعتور دمصرخو. أيوه. اللي عم يتم تغذيتها من خزان بيبعد حوالي يعني الكيلومتر، فتفصل. أيوة. هذه التغذية. أيوة. بحدود 150 فولت، هو المطلوب كان تزويد المنطقة من خزان الكوسة، وبتحتاج العملية لكبل رباعي لا يتجاوز 70 متر. أيوة. يعني ما تم متابعة هذا الموضوع. أنا طلعت على خزان الكوسة وشفت المواطن اللي حكى معكم واللي بعرفه، طلعت وشفت له المنطقة وقلت له إذا توفرت الكبلات منه لبعد رأس السنة سوف يتم معالجة الموضوع تماما، بس حتى تاريخه يعني ما عندنا مواد للأسف. قديش طول يعني الكبل هو بحاجة لكبل؟ قديه طوله أستاذ؟ بدنا شي 75 متر كبل 4 ب 240، وحاليا ما له متوفر عندنا. عرفتي شلون؟ لأني هذا أنا اقترحت له أنه كبل أرضي، بدنا هو مغزى من مركز تحويل بيبعد عنه تقريبا شي حوالي 300 متر، بينما في عندي مركز تحويل أنا خزان الكوسة قريب منه تقريبا شي حوالي يعني أقل من 100 متر، وهو يعني نظرته منطقية وأنا شفته فنيا، يعني فنيا لصالحنا ولصالحه ولصالح الشبكة إنه نعطيه من هالمركز، خاصة بعد ما رفعنا الاستطاعة وحطينا مركز تحويل معدني استطاعة 1000 بدل الهوائي. يعني هذا اللي بدنا نقول حل بديل. لكن هذا يعني حاليا نحن كموضوع أحمال بالمنطقة المذكورة تمام، بس هو عم يحكي من شان ضعف الكهرباء. هلا لمعالجة ضعف الكهرباء فعلا بدنا نحن كبل أرضي 4 ب 240 بطول 75 متر. إذا ما أنه متوفر. وهذا حاليا ما أنه متوفر، يعني أنا وعدته متى ما إجت المواد صدقا يعني راح بيكون، ما راح أقول غير يعني من الأوائل بتنفيذ. إن شاء الله. يعني شاء كان الله. مطلب واضح أستاذ مروان من قبل أحد المواطنين على الهواء، وتم أكيد الوعد بحل هذه المشكلة. حاليا عم تقول في بديل، يعني نتمنى بالفعل يتم حلها بأقرب وقت، لأنه تم فعلا يعني خلينا نقول تأكيد على هذا الموضوع مؤخرا معنا عبر الهواء. ونحن صلة الوصل مثل ما بتعرف دائما لحتى نكون مع المواطن، وأيضا نوصل أي شكوى لحضرتك أو لأي معني بالموضوع. نحن في مجال عملنا بصدق
هلا نحن دوما من يعني ان شاء الله الله بيقدرنا انه نتعامل بشفافيه وبثقه وبموضوعيه اكثر. ما بتاثر يا استاذ مروان، انت ما بتاثر ومعروف بمتابعتك، بس نحن اليوم في كثير شكاوي بتجينا انه مثلا حتى الارقام اللي اعلنتوا عليها انتم اخر مره على الهواء عم تطلع كثير خارج نطاق التغطيه، وفي عالم كثير انه ما عم بيردوا وعم يجاوبوا. انا بدي نوه، ايوه بدي اذا بتسمحي لي بدي يعني نوه. احنا لغينا 117 وحطينا اليوم تليفونات هواتف خليوي مشان انه الناس تتواصل معكم اكثر. تفضل. حلو، انا بدي نوه شغلتين مهمين عندي. هي موضوع الاتصالات، فعلا نحن لدينا ضغط كبير جدا، يعني اذا بيفصل خط متوسط واحد شوفي انت كم اتصال ممكن يجينا على التليفون، والله العظيم بصدق حتى هواتفي انا، يعني هلا بجوز انت او غيرك اذا بدي اقولي على هاتفي بتقولوا لي انه هاتفك خارج التغطيه، انا عمري ما بحطه خارج التغطيه، بس نتيجه الضغط المتواصل نتيجه الاتصالات بصير عندنا يعني مثل ما بيقولوا خارج التغطيه. بس انتم عندكم اربع خطوط بالاضافه للارضي. هلا انا عندي احدى الخليويات خارج، يعني منتهي شحنه بصراحه، يعني حتى نحن يعني بصراحه نحن بنعاني من موضوع التقنين الجائر، حتى مكان عملنا عندنا اربع ساعات ونص تقنين بساعه ونص كهرباء، يعني حتى الخليوي بيفضى. عرفتي شلون؟ طبعا هو هذا ما له تبرير، بس يعني كمان نحن بنعاني من هيك شغله. عرفتي كيف؟ اثنين حتى عندي دارة الارضي، اغلب الاحيان انا قلت لكم انه اعتمادنا على الخليوي لان دارة الارضي اغلب الاحيان بتعطل نتيجه الاحوال الجويه. لكن استاذ يعني اربع تليفونات اربع خطوط، نحن بنعتمد او المواطن بيعتمد لايصال الشكوى من خلال الاتصال وارقام الطوارئ. نتمنى دائما يكون في خط، يعني خلينا نقول خط تواصل دائم، تعطينا رقمه حاليا على الهواء. هلا ليك التواصل الدائم يعني بصدق، هلا عندي انا عندي اربع هواتف شغالين بالشكاوي 117 يلي هن في ارض 2245 743 هذا حاليا شغال، وعندي 117 شغال، وعندي خليويات اثنين شغالين فقط هلا لا غير، لاني في واحد. اعطينا ارقامهم استاذ، اعطينا ارقامهم. هو نفسه 0932 نعم 92492 نعم و0932 92494. اما هلا اللي عندك 493 هلا انا عم بشحنه، يعني عم بشحنه عندي بالمكتب بصدق. نعم. عم نشحنه عنا نحن. نحن طبعا نحن بالاضافه لارقامنا الخاصه، يعني حتى ارقامنا الخاصه يعني عم تستقبل كل شيء بصراحه. يعني نعم، يعني ان شاء الله دائما يكون في مثل ما ذكرنا خطوط يعني للتواصل، يعني اربع خمس ارقام مفروض يكون في خط دائما شغال للتواصل لحتى المواطن يقدر يوصلكم. استاذ بتعرف انه كل يوم في للمواطن بكل منطقة أكيد هنا بحاجة للتواصل سواء عن طريقنا أو صحيح. عن طريق أرقام صح. الهواتف طبعاً بكل طبعاً الأحوال. نشكركم لأني أنتوا يعني أنتوا جسر العبور بيننا وبين المواطن. تماماً. يعني كانت إحدى الشكاوي يعني الهامة والملحة بالحقيقة هي عدم توافر الأرقام أو الخطوط مسكرة أو مشغولة بشكل دائم. نحن ما نتشكرك أستاذ مروان. بصدق يعني أنا أتابع ليك أمور الهواتف، أنا بتابعها كثير. ليش؟ لاني انا لما ال 117 بيرد، يعني نحن بنسميها شكاوي 117، هي ما 117، عندنا دارة خليوي وعندنا دارة ارضي. بشكل عام لما هن بيردوا على الهواتف بيريحوني انا كرئيس مركز منشان اقدر تابع العمل على ارض الواقع. عرفتي شلون؟ نعم، يعطيك العافيه. لهيك بتابعها اكثر، هي اول شغله. الشغله الثانيه عندك انت ميزه، هي ميزه الرسائل. نعم. اذا المواطن حس انه هاتف مشغول حتى لو هاتفي يبعث لي بس رساله، بس يحدد لي العنوان ورقم التليفون وانتهى. ممكن متابعتنا نرد. تمام، يعني هلا عبر الهواء مباشره نحن بنقول لاي مواطن في حال وجود عدم رد عبر الهاتف ممكن يرسل رساله، بيتم متابعه الموضوع رسالة من قبلكم. تكفي يعني حتى على رقمي الخاص، يعني حتى على ارقامي الخاصه انا ما عندي اي مشكله. نعم. رقم الخاص بس ابعث لي العنوان ورقم التليفون وانتهى، ولما برد يعني بتسافر لكل حادث حديث. بس انا واثق انه ليكي على الوقت، يعني حتى على الواتس نحن عم نرد. نعم. حتى يعني عبر اي وسيله. شكرا كثير لك استاذ، يعطيك الف عافيه. جاهزين بصراحه، جاهزين يعني. شكرا لك استاذ. بس في شغله بدي نوه عليها لو سمحتوا لي. تفضل. ايه عندي انا يعني شوفي انت، نحن حتى في وقت التقنين الصعب يلي عندنا ونتيجه كثر الاعطال طبعا بسبب التقنين وبسبب الظروف الجويه هلا قراهنه وبسبب الاحمال، يعني عندنا مشكله. انا بتمنى المواطن يساعدنا بحلها.
أو بالمساعدة بكشفها، هي سرقة الأمراس النحاسية وسرقة التبلات من جوا مراكز التحويل. يعني أنا بتمنى على المواطن، يعني حتى اللي سامعني، إنه المركز التحويل هو ملك للمواطن، ملك للحي اللي موجود في هذا أكيد المركز. نحن شفنا هذه الشكاوي فعلا هي مطروحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الموضوع تحديدا. نحن بنتمنى لكل حدا عم يسمع، هي بالنهاية تعاون ما بينكم وبين المواطن لحتى توصلوا للحل الصحيح. بدنا نشكرك أستاذ مروان اسكندر ويعطيك ألف عافية على تواصلك الدائم معنا. شكرا لإلك. يعني وئام اليوم وقت بيحكوا جماعة الكهرباء أنت بقى بتصير تزعلي عليهم، يعني طبعا. أنه يا حرام شو المعاناة الكبيرة فعلا، يعني أنه بالأخير مواطن وعم بيعاني مثله مثل الناس الأخيرين، بس المعاناة الأكبر أنه ردوا صحيح، يعني لا توصل الشكوى لحتى يعرف لا خارج تغطيتك. كمان القسم الجنوبي عنده أكثر من رقم، وهلا على فكرة نحن من ثلاث حلقات، يعني أنا اليوم لحتى وصلتني أرقام الطوارئ لجبلة والقرداحة بعد ما تواصلنا اليوم كمان الصبح مع الأستاذ فادي سعود، بعتنا إياهم عن طريق المكتب الصحفي أستاذ علي نجم. الرقم لمكتب القرداحة مازن حمامي اسمه 0923286، برجع بعيده للقرداحة 0923286. أما بالنسبة لجبلة 0923294265، طوارئ جبلة 0993349265. هاي الأرقام اليوم لو وصلتنا من أربع أسابيع، يعني كان بجوز لا قبل أكثر، من قبل رأس السنة بأسبوع. تفضلي وياه. نحن اكيد منال بالنهايه بنحاول نقرب وجهات النظر سواء بين المواطن والمعني عن طريق برنامجنا، وتكون فعلا ملفنا الخدمي بخدمه المواطن. اتصالي الاخير مع الاستاذ سنان بدور مدير ساتكو باللاذقيه. يسعد اوقاتك استاذ سنان. يسعد اوقاتكم. اهلا وسهلا فيك. يعني عم نلاحظ مؤخرا انفراجات بتوزيع معده تدفئه المازوت وايضا البنزين، خلينا نحكي عن اليه اليوم التنظيم كيف عم بتتم بتوزيع ماده التدفئه ايضا بالاضافه لماده البنزين. تفضل. بالنسبه لماده البنزين، بعد ما مرينا بفتره حوالي الاسبوع العشر ايام كان في نقص التوريدات، توقف المصفايه عن العمل بعد وصول التوريدات النفطيه لما مصفاة دانياس، زادت كميات المخصصات بنزين لمحافظة اللاذقية، وإن شاء الله من اليوم زادت الكميات بحيث يومين ثلاثة إن شاء الله بيلبس الأخوة المواطنين بيلمسوا يعني هالتحسن هذا، ورح يخف الازدحام بشكل نسبة كبيرة كتير كتير. يعني اليوم طبقت زيادة، فينا نلاحظ إن شاء الله اليوم مساءً وبكرة الفرق. موضوع مازوت التدفئة نحن مستمرين فيه بالريف ومدينة. نحن صلنا شيء فترة عدد أيام كبير كنا عم نوزع بسكوبين وتجميل سكوبين وبسناد وضاحي بسنادة والحمام، خلصنا منه اتجهنا هلا بالطاريات ومشروع الطاريات صليبة، مشروع صليبة بتحت وجهة سيد المحافظة، عم ندخل لكل حي بكميات كبيرة نخلص منه نتجه لحي ثاني، طبعا بالإضافة للتوزيع بالأرياف عن طريق رؤساء البلديات. نعم، يعني ذكرت أستاذ سنان أنه تم زيادة عدد طلبات البنزين الواردة إلى المحافظة لتصبح 21 طلب بالإضافة إلى طبعا في طلب أكتام طلب أكتام 95 تماما. نعم. صار نعم. يعني 22 مع طلب أكتام، طلب أكتام عم في دائما محطة حسين فيها محطة أكتام عم يكون فيها طلب دائما. وكمان في زيادات المازوت، كمان نحن حطيناها كل الزيادات اللي اجتنا لموضوع التدفئة. طيب استاذ سنان، بس بعد اذنك ويقام، بس في شكوى وصلتنا استاذ سنان، يسعد اوقاتك. بس في عم بيقول انا جريح شريف حسين ونسبه عجز 60%، اخذت مكرمه من السيد الرئيس بفتح دكان سماني لعيش منه، وعندي مولده بتساعد 10 التوره واصابتي بنظري وكثير بحاجه للضوء. بس من بعد امركم سؤال للاستاذ سنان، اذا امكن او في مجال مساعده لاقدر اعبي هال 10 التوره للمولده، لانه ما معي بطاقه محروقات وما عم يعبوا لي بالكازيات. فينك تعطيه بس رقم يحكي معي وانا بفورا مساعده فورا. كلك ذوق استاذ سنان. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك العافيه استاذ سنان. شكرا لك. نحن هاد كل املنا منال دائما. نعم. تكون فعلا في انفراجات وحلول، وخاصه قديش نحن بنكون فعلا مبسوطين وسعداء لما بتنحل اي مشكله خدميه عن طريق برنامجنا وعلى الهواء مباشره، سواء بالاتصال مباشره مع المعني او باعطاء رقم هاتف والتواصل بين المواطن والمعني. اكيد اكيد. شكرا كثير لك ويقام لمواضيعك اللي كانت اليوم مختلفه ومتنوعه فعلا ولامست، وخاصه الاستاذ مروان اسكندر، يعني اليوم حسيته عم يحكي وجع موجود عندهم، ويعطيهم العافيه بالاخير. بس
بس الحلقة الجاية رح نجرب نتصل على كل أرقام الطوارئ. هذا لازم نشتغل عليه على الهواء مباشرة. يعني اليوم عم يسمعنا الأستاذ سامر وسيرين أكيد لحتى ندق على هاي الأرقام على الهواء ونشوف نحن بالأخير تمام. إذا كان في رد ولا ما في رد لحتى نكون بكل شفافية بحل صحيح. أي مشكلة. شكرا لك منال. شكرا لكم مشاهدينا. هي كانت ملفاتي لليوم. إن شاء الله يا رب تكون على قدر المسؤولية. إلى اللقاء للأسبوع المقبل. أكيد وئام. ورح نكون مع ضيفي الأستاذ إياد جديد اليوم لحتى نحكي مثل ما حكينا عن الإسمنت والحديد واليوم كيف تقوم مؤسسة عمران بعملها بشكل كامل ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا لنكون به استكمال حلقتنا لليوم ورح نحكي عن مؤسسة عمران اليوم وشو بتقدم فعلا كثير من التسهيلات. نحن قلنا بالفترة الماضية كانت تحت الأضواء وخاصة من خلال وصول بعض الكميات عن طريق القطار. هذا الموضوع وفر كثير جهود وخاصة بالنسبة لموضوع النقل، نقل المواد أكيد سواء كان من المعمل لحتى اليوم توصل لمؤسسة عمران وتوصل للمواطن بشكل مباشر. كل هاي التفاصيل أكيد رح نحكيها مع الأستاذ إياد جديد مدير مؤسسة عمران. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. شرفتنا أستاذ. تسلمي. أستاذ إياد، بداية بدنا نحكي عن عمل مؤسسة عمران بشكل كامل اليوم، كيف تم تأمينها، خط القطار اللي اشتغل بعد سنوات نقول من الانقطاع، واليوم كيف بلشتوا أنتوا فعلا ينطبق هذا الموضوع اليوم على الأسعار؟ تعرف أنت بعد الارتفاع الكبير اليوم كان لأسعار الإسمنت. تفضل. هلا مؤسسة عمران هي فيك نقول عنها هي مؤسسة من مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اللي بتعني بعمليات البيع اللي بتتم داخل القطر. والمواد اللي نحن بنشتغل فيها كمؤسسة عمران هي مواد البناء وكل شيء بيتعلق بموضوع مواد البناء كإكساءات كحديد كإسمنت. فنحن عملنا متعدد، عملنا مرتبط بالسوق الداخلية وعملنا مرتبط بنفس الوقت بمعامل الإنتاج، عملنا مرتبط بمعامل القطاع العام الصناعي، عملنا مرتبط مع القطاع العام مع القطاع الخاص. يعني نحن عنا شبكة كبيرة من الأعمال نقوم فيها بحيث نحاول دائما نأمن توفر مواد البناء بالأسواق المحلية. طيب اليوم أنتوا البيع المباشر للمواطن بيكون نفس السعر بالنسبة للشركات الخدمية التابعة اليوم للقطاع الحكومي؟ هلأ الشركات القطاع العام الصناعي يعني دائما نحن منشجع على إنتاجها، منشجع على تسويق موادها، لأنه نحن كتير موضوع تسويق إنتاج القطاع العام الصناعي مهم بالنسبة لنا كعمران. يعني عمران من أولوياتها هي دائما أن تطرح مواد الموجودة المصنعة وخاصة المحلية وخاصة بتم تصنيع عن طريق شركات القطاع العام. فهذا الموضوع نحن بيخلينا دائما نقوم بعملية تسويق منتجات شركة البورسلان الموجودة بحما، نقوم بتسويق شركة منتجات شركة الدهانات، نقوم يعني بنحاول دائما نكون علاقتنا متعددة مع كل شركات القطاع العام الصناعي. يعني نحن بنعتبر نحن كمؤسسة عمران عندنا بنية تحتية موجودة على كامل القطر. نحن بنيتنا التحتية بتشمل المستودعات، بتشمل صالات بيع، بتشمل آليات نقل، بتشمل مراكز مختلفة.
هذا البنية التحتية الكبيرة نحن بحاجته، والبلد بحاجته بأي لحظة بيتم فيها إطلاق مسيرة إعادة الأعمار، واللي إن شاء الله رح تنطلق بالقريب العاجل إن شاء الله يا رب. بس اليوم أستاذ، إلى أي درجة هلأ أنت عم تحكي عن التسويق وهي فكرة كتير مهمة، أنه أنا اليوم أعرض فعلا ما ينتجه القطاع العام بطريقة منافسة للقطاع الخاص وخاصة في السوق المحلية، ولكن اليوم أنتوا أكيد في عندكم إنتاج لبعض أو تسويق لبعض المواد اللي هي ممكن تكون عمل القطاع العام هو كتير يتكل عليها، مثل حجر الرصيف مثلا. لأي درجة اليوم أنتوا الأنترلوك، تعرف الفترة الماضية كتير القطاع العام زاح إلى انترلوك وبلش الشغل عليه، لاي درجه انتم اليوم عم تسوقوا لهذا الموضوع ولا هو غير متوفر حاليا مثل ما كان؟ هلا نحن كمؤسسه نحن جاهزين اول شيء لنسوق لاي منتج، ان كان عن طريق قطاع عام او قطاع خاص. يعني نحن عمليه التسويق ليس فقط قطاع، لا نحن ما لنا محصورين بقطاع عام، نحن بنسوق اي منتج وخاصه المنتج الوطني، بنحاول نعطي خيار ثاني للمستهلك، هالخيار دائما يكون موجود، يكون سعره منافس، يكون نوعيته جيده، لهيك دائما نحن بنشجع القطاع العام عام القطاع الخاص بنفس الوقت انه يقوم بعرض منتجاته، يقوم بعملية تسويق لمنتجات القطاعين، بحيث انه نحن نغطي حاجة السوق ونعطي خيار للمستهلك. يعني المستهلك بالاخير كمان لازم ياخذ خيار، ياخذ خياراته كلياتها، ويعتمد الخيار اللي بيشوفه هو لمصلحته كسعر، كنوعية، كقدرته الشرائية للتجهيز بيته. اليوم الصالات العرض عم تكون على مستوى كبير ولا لا هي فقط ضمن المؤسسة نحن بفرع واحد؟ تجربتنا كانت تجربة بلشت باللاذقية. الصالات هي فكرة أنا بعتبرها كتير جيدة بموضوع مواد البناء. يعني احنا عنا تشكيلة من المواد البناء موجودة مع خيارات متعددة للمستهلك، الخيار ممكن حسب نوعية المادة اللي انت ترغبي بشراءها، بحسب النوعية، بحسب الأصناف اللي بدك إياها. نحن بنعتبر أنه إحنا باللاذقية كان عندنا صالتين بيع، عم نتوسع بصالات البيع، عم نحاول هاي التجربة نعممها، لأنه هاي البنية التحتية أو الثقافة اللي نحن رايدينها في مرحلة إعادة الأعمار، يكون عندنا خيارات متعددة، يكون عندنا ما أننا مرتبطين بخيار واحد، نكون نحن كقطاع عام، نحن كوزارة تجارة موجودين بهذا الموضوع، لأنه موضوع كتير مهم. المرحلة الجاية رح نلمس كلياتنا، حاجتنا لهيك صالات، حاجتنا لهيك تجمعات كبيرة يكون فيها مكان لحتى الواحد يختار المواد اللي بحاجته. يعني في فكرة اليوم لتوسع الصالات مؤسسة عمران في المحافظة بشكل كامل؟ يعني فينا نقول نحن أنه أنتوا عندكم بالمدن الأربعة ولا لا؟ ما لا لا نحن نحن عفوا بالمناطق، نحن عنا بمدينة اللاذقية عنا صالتين، بجبلي عنا صالة صغيرة. التوسع ببناء الصالات مرتبط باستقرار الوضع الاقتصادي، لأنه المواد بتختلف أسعارها بشكل يومي. نحن القدرة الشرائية عند المستهلك عم تختلف بين يوم والتاني. هذا الموضوع للمستقبل نحن بنعتبر حالنا أنه صار عندنا بنية تحتية جاهزين نتدخل بوقتها، جاهزين يكون عندنا الخبرة اللازمة لحتى نقوم بعمليات تسويق على مستوى الوزارة. نحن قادرين ندخل مع شركات إن شاء الله لحتى اللي تدخل بشركات إعادة الأعمار، فهذا الموضوع بيخلي عنا خلفية نحن جاهزين نكون موجودين. يعني مو شرط هلأ نكون نحن نغطي حاجة السوق كلياتها، لأنه حاجة السوق كبيرة. هلأ نحن عنا حاجة السوق مواد مختلفة، حاجة السوق بتختلف حسب المدن، حسب الأرياف، أكيد. حسب، فهذا الموضوع بس عم يخلي عنا نحن نوع من الخبرة ومن الثقافة، بحيث انه من الاستعداد لتكون جاهزين، من الاستعداد لنكون جاهزين. ومثل ما حكيتي اول الحلقة انه موضوع القطار نحن بنعتبره بالمرحلة الجاية كتير مهم. القطار رح يكون رديف لآليات النقل اللي موجودة عنا، لتوفر امدادات لمادة الاسمنت او مادة الحديد او اي مادة ممكن بتم نقلها بكميات كبيرة وبكلف مقبولة، وبحيث نحن كمان نكون نستفاد من كافة القطاعات الثانية الشريكة لنا بعملية إعادة الأعمار. حلو كتير هذا الكلام، بس اليوم أنا بدي أحكي عن القطار من ناحية تانية، من ناحية التوفير.
يعني القطار اليوم وفر عليكم بجوز أجار نقل لبعض الشاحنات اللي كانت عم تورد هي المواد اللي هي فعلا عم تنتقل اليوم عبر القطار، وإعادة تفعيله قد ايه وفر على مؤسسة عمران؟ هلا موضوع نقل القطار هو النقل السككي هو موضوع كتير مهم بالنسبة لنا كعمران، يعني احنا بنبلش بالإسمنت ننتهي بالمواد الحصوية بالمواد البناء، نعم ننتهي بالحديد، ننتهي بنقل المواد اللي ممكن تجي عن طريق المرافق، بننتهي عن طريق نقل مواد البناء اللي من منطقة حسياء ما بحمص لكل سوريا. فموضوع النقل السككي موضوع كتير موضوع مهم بالنسبة لعمران، وأنا برأيي إعادة الأعمار بينطلق دائما من تأمين شبكة نقل جيدة وممتازة في مختلف سوريا، لأنه هذا بحد أكيد. كبير من النفقات، بحد من الهدر، بحد بيأمن نقل كميات نعتبر انه كميات جيده لمناطق الاستهلاك اللي بنعتبر منها محافظه اللاذقيه. حلو كثير هذا الكلام، يعني بدنا نقول ممكن هذا الشيء ينعكس على سعر الاسمنت بالفتره القادمه ولا لا هذا موضوع تابع للوزاره؟ موضوع تسعير ماده الاسمنت هو بيرتبط بالمنتج، المنتج هو وزاره الصناعه او معامل الاسمنت. هلا نحن مو نحن عم ندافع هلا عنه، نحن ما بنتمنى اي ماده بيزيد سعرها، بس موضوع حوامل الطاقه عم بيرتفع سعرها، ونحن لحتى نحافظ على وجود اي ماده لازم كمان تشتغل ببيئة مناسبة، يعني نحن ما فيها شركة اسمنت ضم تشتغل بخسارة ومنقول نحن ما نحافظ على السعر. نحن كتير مهم من لا نحافظ على وجود مادة الاسمنت بالأسواق المحلية، لأنه أي عملية استيراد رح يتضاعف سعره مرتين أو ثلاث مرات. فهذا فموضوع ارتفاع السعر نحن ما منقول دائما انه هذا اللي هو الخيار الصح، بس هو الخيار السليم لحتى تبقى ماده الاسمنت موجوده ومتوفره بالاسواق المحليه. طيب اليوم انت حكيت عن تسويق القطاع الخاص، بس خليني ارجع شوي لورا، في شروط معينه للقطاع الخاص لحتى يتم تسويقه من قبل مؤسسه عمران ولا لا هي ضل نفس الشروط للقطاع العام؟ لا، نحن بالنسبة للقطاع الخاص بنحاول ناخذ ضمانة الاستمرار بتقديم المواد بالأسعار اللي عم يتقدم فيها وبالمواصفات العالية. ففي مجموعة شروط نحن بيتقدم لعنا المصنع أو المستورد، وشروط سهلة بيتقدم فيها وبيندرس طلبه خلال اجتماع أول اجتماع مجلس الإدارة، بيتم دراسة طلبه، في حال أنه تحقيقه للشروط شروط بيتم اعتماده كمورد لمؤسسة عمران. طب هي الشروط اليوم صعبة ولا لا؟ لا شروط منطقية جدا، شروط كتير سهلة، هي عبارة بس عن حفاظ عن حق المستهلك، لأنه بالأخير في مستهلك رح يشتري المادة ورح نضمن له كمان حقه بعد الشراء، يعني كمان المستهلك وقت بيشتري مادة لازم كمان يعرف انه الجهة اللي اشترى منها شو هي، المعمل اللي اشترى منها شو، يعني هو يعني بدنا نقول جودة المادة التي نحن تورد ضمان، لأنه بالأخير عم يعرض بمؤسسة عمران، فنحن بدنا نضمن هالمادة تكون صحيحة وبتكون ضمن المواصفات المطلوبة والسعر المنافس. اليوم استاذ كتير في ناس يعني اخذ ضجه كتير ارتفاع سعر الاسمنت، وما هيك نحن عم نشوف في كتير ناس وهلا حركه بناء وعمار جدا عاليه عم تكون سواء كان بالريف او بالمدينه، تاثر هذا الشيء الارتفاع عندكم بالمبيعات؟ يعني اليوم انتم محققين بعام 2020 نسبه ارباح عاليه جدا وجيده الى ما فينا نقول ما لنا نسبه ارباح، هي عباره مبيعات. احنا وقت بنقول احنا بعنا 14 مليار مو معناتها انه ربحنا 14 مليار، اكيد هي نسبه بقى. نحن عمولتنا كمؤسسه عمران عمولتنا بسيطه جدا بتغطي نفقات النقل والرواتب والاجور اللي محطوطه عنا. الغايه من عمليه البيع مو تحقيق الربح كمؤسسه عمران او اي مؤسسه من مؤسسات وزاره التجاره، مو الغايه تحقيق الربح اكثر من الغايه انه هو الحفاظ على المادة موجودة بالأسواق، الحفاظ على المواد المنتجة محليا بحيث ضم مواد ضمن التسعيرة اللي بسعرها وزارة الصناعة. نعم. فنحن موجودين كمؤسسة عمران، نعتبر حالنا نحن شركة تسويق للمنتجات الغير غذائية، ومنحاول نطور عملنا بالفترة الجاية، وإن شاء الله الفترة الجاية رح يكون في خدمات أكثر، رح يكون في تسويق أكثر، رح يكون نستفاد من تجربتنا إذا كانت ناجحة ولا غير ناجحة، نستفاد من رأي الناس بعملية بعمران. نحن بدنا نحاول نطلع دائما موضوع أنه مؤسسة عمران بتبيع بس إسمنت، يعني هذا الموضوع بدنا نحاول نطلع منه. هو
اكثر شيء مطروح عندكم انه مؤسسه مرا مختصه فقط بالاسمنت. فبدنا يعني نحاول نغير هذا الراي، نحاول نتشارك مع الجميع بعمليه. هذا ممكن اليوم اذا انتشرت صالاتكم اكثر وصارت فعلا انه هي قريبه على على محور المدينه وسط المدينه، صارت الناس بتشوفها بتفوت يعني بتتفرج شو في عندكم يوم مثل ما حكيت حضرتك البورسلان واي شيء يتعلق باكساء البناء او حتى بمواد البناء اليوم الاعمار، هذا موضوع كثير مهم استاذ. نحن بنعتبره نحن الخطوه الصحيحه بالاتجاه الصحيح، يعني نحن بنعتبر الايام الجايه ما رح نبقى بس بهالمرحله، رح نمشي لقدام ورح نعيد بناء البلد ورح تتعمر الابنيه كلياتها والشركات ترجع، ولهيك لازم يكون في شركه متخصصه عندها بنيه تحتيه قادره تواكب هالمرحله. صح. المرحله الجايه رح تكون مرحله ضخمه، مرحله سريعه، مرحله تحمل مسؤوليه على مستوى كبير. نعتبر لازم انه من هلا نجهز حالنا، نجهز مستودعاتنا، نجهز صالاتنا، نجهز البنيه التحتيه للشركات اللي ممكن تتعامل معنا بالمرحله الجايه. يعني كثير مهم انه دائما تكون عندنا قاعده بيانات بتسع الجميع، يعني دائما انا بصر على الجميع انه لازم قاعده البيانات تشمل قطاع عام وخاص، الاثنيناتهم رح يكونوا ردفين بعض باعاده الاعمار. طيب اليوم في فكره لالزام مثلا وزاره التجاره الداخلي وحمايه المستهلك انه هي تعطي بعض الوزارات انه انتم اشتروا من مؤسسه عمران مواد اليوم ممكن تساعدهم باعمار بعض المرافق الخدميه العامه. هلا كوزارتنا كوزاره التجاره نحن اولوياتها هلا بتعرفي انت محصوره هلا بتامين مواد غذائيه. نعم. بتسويق المواد الغذائيه. لا انا قصدي هي تعمل عقود مع وزارات اخرى مثلا. نحن هلا 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 كمؤسسه عمران نحن عندنا دراسه جديه لايجاد شراكه حقيقيه بيننا وبين الشركات الانشائيه. حلو. يعني هاي الشراكه الحقيقيه نحن نقوم يعني عندك طرق وجسور، عندك طرق مركزيه، عندك الخدمات الفنيه، عندك الاسكان العسكري للانشاءات، عندنا البناء والتعمير، يعني عندنا كم هائل من الشركات الانشائيه. هالكم الهائل من الشركات الانشائيه نحن عم نحضر هلا لمذكرات تفاهم مع الشركات، كل شركة على حدة، بحيث يكون تأمين المواد بالمواصفات المطلوبة وبالأسعار المنافسة تفتح الطريق الصحيح واللازم لحتى نحن ناخذ بايد بعض كشركه. نحن كمؤسسه عمران قادرين نحن نسوي اي منتج، وهن كشركات انشائيه بحاجه الى شركه كمان تعطيهم مواد بمواصفات عاليه، مواصفات جيده وبسعر مقبول. وسعر مقبول. طيب ورايك هو الصحيح، يعني هذا الراي اللي عم نشتغل عليه هلا، وكنا عم نحضر على هذا الموضوع مع شركه البناء والتعمير تقسم التشييد السريع. يعني في بتوقع في مذكره قيد التجهيز هلا انه تقديم معظم المواد عن طريق مؤسسه عمران. يعني هذا الموضوع كثير مهم وخاصه كثير مهم وكثير بيحضر للمرحله الجايه. صح. انه انت تتعاملي مع شركات على مستوى البلد، على مستوى التعاقدات الكبيره. حتى اليوم استاذ اياد في كثير شركات عم تحاول اليوم تحضر الياتها لحتى تكون بمستوى المرحله القادمه، ومنهم الطرق والجسور والبناء والتعمير. يعني عم يشتغلوا كثير على الياتهم بحيث تكون حديثه، تكون اليوم يعني شجعوا هذا الموضوع انه عملهم يكون على ارض الواقع بسويه عاليه من الجوده بالعمل، وهذا الموضوع اليوم بيساعدكم انه انتم اليوم عم يحصلوا عليها بسعر مقبول. بيساعدنا كتير، بيساعدنا على تصريف المنتجات اللي بتكون كمياتها متوفرة بشكل كبير، بيساعدنا على خلق الترابط بين المعمل أو المنتج والمستورد. صحيح. والمستهلك والأخير هو الشركة الإنشائية. فهذا الحلقة بتكون كاملة، يعني نحن بنكون الحلقة الضرورية الموجودة تربط بالمعمل، تربط المستورد، تربط بمناطق الاستهلاك اللي هن الشركات الإنشائية. طيب. اليوم بالنسبة لمادة الزفت موجودة عندكم بالصالات ولا في فكرة لإلها؟ المواد الثانية المنتجة من قبل مثلا الشركة العامة للإسفلت. نعم. بتقوم بتسويق منتجاتها، في منهم بيقوموا بتسويق منتجاتهم. انتم ما تدخلتوا نحن بنسوق اي منتج بيتقدم لنا من اي شركه. يعني نحن هلا رخام عندكم؟ رخام نحن رخام عندنا بس مو من الشركه العامه للرخام، غير نوعيه من الاول. ونحن بنضم صوتي لك من خلال المنبر انه اي شركه عامه حابه تسوق عن طريقنا نحن حتى ما راح نكلفهم باي كلف اضافيه. نحن بنعرض لهم انتاجهم ومنعمم لهم انتاجهم على كل الشركات اللي بحاجه لانتاجهم،
ان كانت شركه العامله رخام، ان كانت شركه العامله نفس الاسفلت، اي شركه منتجه، ان كان الانترلوك، ان كان لاي اي شركه بتعمل. يعني انا اليوم عم ناقشك استاذ اياد، عم باخذ يعني عم حط نفسي انا اليوم محل هي الشركات كتاجر خاص. تمام. يعني انا اليوم وين بصح لي اعرض بضاعتي واني انشرها بشكل اكبر؟ هذا الشيء بيفيدني بالاخير كعرض البضاعه وكمبيع، ونوفر لهم كافه، يعني نوفر لهم العرض انا بعتبره العرض الاساسي اللي بيخليهم هن يعرضوا منتجاتهم بطريقه صحيحه بتوصل للمستهلك بشكل سريع. نحن رايدينهم يتعاملوا معنا ويدخلوا ونستفاد من تجربتهم بهذا الموضوع ويعطونا اسعارهم، ونحن نضمن لهم المنتج تبعهم بعمليات التسويق، بعمليات التركيب. كل هذا الموضوع بده نلتقى كلياتنا بشيء واحد، انه نحن نشتغل مع كل الشركات اللي بتنتج مواد البناء ونساهم بتطور البلد، نساهم ببنية تحتية رح نحتاجها لقدام، رح يحتاجونا كمؤسسة أمرا. هي أهم شيء، يعني بنية تحتية اليوم رح يحتاجونا كمؤسسة أمرا. الصرف الصحي اليوم كتير بيعانوا، إن نحن اليوم وقت منجيب الأنابيب، يعني أكيد عندكم عرض لإله ولا لا؟ تمام، عنا عرض لإله. يعني هذا الموضوع كتير بيعانوا منه مؤسسة المياه عندك، مؤسسة الصرف الصحي، سواء كان ريف ولا مدينة، الخدمات الفنية بالتعاقد مع سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام، إنه نحن ما عم يتأمن معنا مثل ما بدنا المواد، بجوز تكون أسعارها غالية أو كلفها عالية. اليوم مجرد ما تقدمت مؤسسة عمران أكيد في نقص عن السوق، بدنا نقول إلى نسبة ما، يعني نحن بنعتبرهم شريكين معنا بالعمل. يعني نحن بنعتبر أي شركة رح تاخذ منتج من عندنا هي شريكة معنا بالعمل، فهي رح تدقق المادة ورح تدقق السعر ورح تدقق المواصفة تبعيتها، ونحن جاهزين نتقبل أي موضوع من هذا، أي طرح، أي طرح، لأنه بالأخير نحن كجهة تسويقية بهمنا نسوق، يعني بهمنا الطرف الثاني يكون مقتنع فينا كجهة مسوقة. هلأ حلقتنا الماضية نحن كانت أنه تعريف بمجلس مدينة اللاذقية بشكله الجديد من خلال لقائنا مع الأستاذ عصام عابدين، واليوم حلقتنا كانت هي تعريف بمؤسسة عمران أستاذ إياد. يعني نحن اليوم حبينا نحكي كل شيء عن مؤسسة عمران، مثل ما حكيت حضرتك يطلعوا الناس من مفهوم أنه هي فقط اسمنت، لا هي فيها كل شيء، بس نحن بدنا نوضح لسه الفكرة الأهم اللي هي صالاتكم وين بالضبط إذا الناس حابة تتوجه لها. عندنا صالتين موجودين بالشيخ ظاهر جانب الشرطة العسكرية، بنتمنى يزوروها، بتمنى ملاحظاتهم دائما موجودة، بتمنى يعطونا رأيهم بطريقة العرض، بطريقة المواد الموجودة قليلة كتيرة، نحن بحاجتها ما لنا بحاجتها، أسعار منافسة ولا غير منافسة، كل قاعدة البيانات نحن بحاجتها نحن كمؤسسة عمران لحتى نركز على المواد الأساسية اللي بيطلبوها الأخوة المواطنين في إكساء منازلهم بأي عمل بحاجته، إن كان بيتعلق بمواد البناء. هلا بس في فكره انه الاسمنت اليوم محصور شراؤه من عمران، لهيك الناس كثير بتروح على موضوع الاسمنت متعلق بمؤسسه عمران. هلا الاسمنت محصور، في شركه خاصه بتقوم بانتاج ماده الاسمنت، هي اسمها اسمنت الباديه، كمان نعم. بتقوم بتوزيع او ببيع منتجه بالاسواق، الناس بتعرفه باسم الجمال. ونحن كمؤسسه عمران نحن هلا خلال من اكثر من شهر اخذنا تسويق معامل الانتاج ماده الاسمنت، يعني المؤسسه العامله لصناعه الاسمنت، نحن قمنا هلا بتسويق منتجاتها. بيختلف عمليه كميه الانتاج حسب الوضع الفني لمعامل الانتاج، لهيك بنشوفه بيرتفع ايام بيرتفع ايام بينخفض. نحن بنتمنى دائما نسيطر على موضوع الكميات اللي بحاجتها المحافظة عم حاول كل يوم عم بيتخلى بحدود الألف طن اسمنت. هالألف طن اسمنت بتغطي استهلاك المحافظة من هالمادة، ومنحاول نوعد الناس دائما انه نحن منوفر المادة في مراكزنا. موضوع المنتج الاسمنت انه في منتج تاني غير منتج اللي نحن كمؤسسة عمران بنبيعه كغير مؤسسة عمران، ولكن السعر مؤسسة عمران ينافس السعر الخاص. هلأ هو السعر 128,560 ليرة، السعر الخاص مسعر 134,000. المدى توفره بالأسواق المحلية، لا بالأسواق المحلية بجزء ما بتشوفي هالمنتج الثاني، لأن تكاليف نقله راح تكون زيد سعره على 160,000، لأنه راح ينقلوه من الضمير علادية، فبتكون تكاليف النقل كتير كبيرة، بيزيد سعره. وبالأخير موضوع البناء مرتبط بالإدارة المحلية، مرتبط بالرخص البناء، مرتبط بالمخالفات. نحن ما بنقوم بعملية البيع
المستهلكين بدون ما يكون يبرز رخصة بناء أو يكون عنده طلب ترميم من الوحدة الإدارية اللي بيكون بيتبع لها. موضوع عملية التنظيم أنا ما بعتبره موضوع سيء، هو عبارة عن حرص من الإدارة المحلية بحيث نخفف قدر الإمكان من كم المخالفات الموجودة. أكيد واحد، نحن اليوم الحمد لله عم نشوف حركة إعمار، وخاصة بعد يعني الأبنية اللي عم نشوفها بالمدينة وبالريف، يعني ما عم توقف. والأخير الأسعار، يعني الناس فعلا إنه غلي سعر الأسمنت والحديد، ومع هيك الناس لسه عم تجيب وعم تعمر، وعم نشوف اليوم أنا حركة أعتبره البناء. إنه طريقة هو من طرق الاستثمار اللي عم يستثمر المواطن فيه. بيهمنا نحن نوفر المادة، بيهمنا نحافظ على وجودها بالأسواق، لأنه في حال انقطعت أي مادة عن وجود رح الأسعار تختلف. بتعرفي أي مادة بيخف بيزيد سعرها، نحن ما نتمنى يزيد سعر أي مادة من ضمنها هي الإسمنت والحديد، بس موضوع مرتبط بحوامل طاقة، مرتبط بكلف إنتاج كبيرة، مرتبط بعمليات الاستيراد والتصدير اللي كله عم نعاني من صعوبة بتأمينه. وإن شاء الله كل اللقاء الثاني تكون أسعار الإسمنت تكون رجعت انخفضت مرة ثانية. أكيد، ورح يكون في لسه صور معنا توثق من خلال صالاتكم وعرضها بشكل كامل، بالإضافة إلى مثل ما حكيت حضرتك عن البيانات اللي ممكن تكون هي بالأخير تساعدكم على تطوير عملكم ورأي الناس اليوم بالنسبة للعرض، بالنسبة للمواد الموجودة ورأيهم اليوم بعمل مؤسسة عمران بشكل كامل. أنا بس بدي أذكر بعض الشكاوي اللي وردتنا. عم تقول الأخت ياسمين إنه شوارع المشروع السابع، شارع شعبة التجنيد، أكوام من القمامة، من أول يوم بالسنة الجديدة لنفس المنظر، مشكورين سلف. أكيد نحن بنشكرك يا ياسمين لثقتك فينا وارسال لهي الشكوى، واكيد رح توصل الاستاذ عمار القصري يتصرف فورا بالنسبه لهذا الموضوع. اما بالنسبه للاخ شريف، موضوع صار عند الاستاذ سنان، واكيد هلا على الخاص بيوصلك رقم الاستاذ سنان مباشره لحتى تتواصل معه حضرتك. انا كثير بدي اشكرك استاذ اياد لوجودك معنا لليوم، يعني نحن حبينا نضوي على مؤسسه عمران بشكل كامل اليوم، عملهم شو عندهم جديد، كيف عم بيقدموا بصالاتهم اليوم. عمران ليس مرتبط فقط بالاسمنت، وانما في عروض كثيره لامور كثير تخص البناء وبتخص اي مواطن بحب اليوم يكسي بيته او يعمل اي شيء جديد ببيته، بورسلان، رخام، سيراميك، اي شيء، حتى البلاط، حتى البياضات موجودة. البياضات كمان موجودة وبأسعار منافسة للسوق. نتمنى نحن يزورونا ويشوف. شكرا كثير لك استاذ اياد، موفقين اكيد بعملكم. واكيد شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا من أسرة العمل في برنامج ملف الاسبوع. القاكم ان شاء الله الاسبوع القادم في ملف جديد وملفات متنوعة مع صديقتي وئام حسن. الى اللقاء.